صباح الخير. صباح النور يا فندم. مكتب مستر عبد الله. اتفضلي حضرتك في السكرتيريه. شكرا. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. بعد اذنك كنت عايزه اقابل مستر عبد الله. لا هو في الحقيقه مشغول دلوقتي. اقول له مين؟ انا شريهان عبد الحليم. هو كان قايل لي بنت اخو مستر عبد الله صح؟ هو انا ما بحبش اجيب سيره القرابه في الحاجات دي، بس ده بنت اخوه لازم. ولا يهمك، هو كان مفهمني كل حاجه. اتفضلي معايا انا هوريكي مكتبك. مكتبي؟ اه مكتبك. اتفضلي. ده مكتبك. وحيات امك. ايه؟ يعني شكرا. طيب اتفضلي بقى اقعدي على مكتبك، وهيجي لك حد دلوقتي يقول لك طبيعه شغلك ايه. شكرا قوي. شكرا. أوكي. شكرا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. السلام عليكم، انا شريهان زميلتك هنا ان شاء الله. الله 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 يا رب. الحمد لله يا رب يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ مش مشكله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لا كتير. لا كتير بس والله لو السقف وقع على دماغي انا عدالك عدالك. لا كتير. لا ايه ده؟ الحمد لله الحمد لله على الحمد لله يا رب. شاور شاور. مساء الخير. بقول لك ايه يا عروسه؟ الله العظيم يا رب. هو التكييف ده شباك ولا زبلت؟ اسبق ايه؟ زبلت. لا هو تكييف مركزي زي ما انت شايفه. عقبال عندك. اه سنترال يعني. سنترال. اه بيدك دمك سم. الحمد لله الحمد لله. الو. اي يا فندم. محدش بيرد على التليفون ليه؟ انا عايز حد من الموظفين يجي لي مكتبي فورا بسرعه. حاضر تحت امرك يا فندم. طلعت النهارده شكله قرفان وهيقرفنا كلنا. بقول لك ايه؟ استاذ فلايت كان عايز حد من الموظفين. ما تروحي له انتي. انا؟ بالمره تعرفي انك الموظفه الجديده وتعرفي عليه. هو مين استاذ فلايت ده؟ استاذ فلايت ده بقى يا ستي يبقى مديرنا كلنا. وانا هتعامل من المدير كده على طول؟ اه. يلا يلا روحي. ماشي. إلسا مستر فلايت. ازيك يا استاذ فلايت؟ لا استاذ بيئه. هلو مستر فلايت. اوفر دي كمان اوفر. ازيك يا مستر فلايت. حلوه دي راسيه كده. ازيك يا مستر فلايت. يا رب توكلت على الله. ادخل. ازاي حضرتك يا مستر فلايت؟ والله العظيم انا فرحت جدا ان انا هشتغل مع حضرتك يا مستر فلايت، وان شاء الله ان شاء الله اكون عند حسن ظن حضرتك. حضرتك اصل انا قماشه العرض عرضين، تقدر تشكلها زي ما انت عايز، بس حضرتك تدب المقص يا مستر فلايت. تقصدي ايه فلايت؟ مقصود ايه ده؟ حضرتك انا ما اقصدش. انا ما اقصدش. انا ما اقصدش. جبتيها منين فلايت؟ مش انا اللي جبتها حضرتك. مش انا اللي جبتها. انا اسفه والله. يمكن عشان ده عشان هم. مين قال لك فلايت؟ مش انا اللي قلت. هم اللي. ازيك؟ اهلا مستر عبد الله. الحمد لله. شريهان مبروك يا حبيبتي اول يوم شغل. ربنا يخليك. انت تمام؟ الحمد لله. منير انا عاوزك تاخد بالك من شريهان. عارف شريهان دي تبقى مين؟ مين؟ بنت عبد الحليم اخويا الله يرحمه. فانا عاوزك تتوصى بيها. دي زي بنتي بالظبط. ما تقلقش مستر عبد الله. شريهان في عينيا. تمام. وانت كمان شريهان لو عاوزه تتعلمي اصول الشغل خليكي ورا مستر منير. هو وراه صعب بس انا وراه. حاولي يا حبيبتي حاولي عشان خاطر. حاضر. ميرسي يا فندم.
عارف مستر منير ده هيبقى ايه؟ اكبر خلفيه اقتصاديه انا ما شفتهاش قبل كده. والله ولا انا شفتها قبل كده خالص. لا يا فندم، حضرتك كمان نسيت خلفيتي القانونيه. تاني؟ هو في مفاجاه تاني؟ هما اتنين؟ امال انا ملك الخلفيات. اسيبكم وانا بقى. ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم. طب يا انسه شريهان، انا عايزك تركزي معايا كويس قوي. انا احب الجديه والتركيز في الشغل. حاضر. حاضر. ورايا. بقولك ايه، هو انتوا لما بتعوزوا تاكلوا بتاكلوا ايه؟ يعني الشبراوي بيجي دليفري؟ يخرب بيت سأل التدويرة وشك. حد عايز حضرتك يا استاذه. حد مين ده؟ صباح الحنان على احلى شريهان على مر الزمان. هاني انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ في يا شوشو، دي مقابله قبلي بيها خطيبي. هو انت ليك عين تيجي بعد اللي عملته في الدريم بار؟ والله يا شوشو انا كان قصدي خير، وبعدين انا عمال اكلمك من ساعتها وانت اللي ما بترديش عليا. وبعدين لو انت فاهمه ان انت بكده بتخلعي من هاني الدبدوب، فلازم تفهمي ان هاني الدبدوب لسه حبوب. من فضلك يا هاني، احنا هنا في مكان عمل، يعني ما ينفعش الزيارات الخاصه دي الا لو كنت عايزني في شغل. طب ما انا عايزك في شغل. شغل؟ شغل ايه ده بقى؟ مش انتوا شركه شحن؟ ايوه. انا جاي اشحن. تشحن ايه؟ اشحن بعشة. تشحن بعشة بس؟ طيب عشان خاطر الشمسية دي هشحن ب30. لا، في ب25. لا انا خارج من ذمتي 30 والخمسة ليك. انتوا بتعملوا ايه هنا؟ مين ده؟ مستر منير ده باينك زبون، مش انت زبون؟ زبون؟ انا زبون. و كنت جاي اشحن يعني. جاي تشحن؟ تشحن ايه؟ اشحن ب50. نعم، 50 ايه؟ طيب ماشي، انت مستلم يعني عشان شركة وانتوا موضبين ومكلفين. هشحن ب100، مش هيخسر. هات التليفون اشحنك على الهوا، مفيش بمية. انت جاي تهزر؟ خلاص يا مستر منير، خلاص. هو اساسا كان ماشي، مش انت كنت ماشي؟ مش ايه؟ لا مش بقى هي بقى كده يعني. طب على فكره بقى، انا مش زبون ولا حاجه، ودي تبقى خطيبتي. لا، خطيبي ايه؟ هو انت خطيبي؟ هو انت وقعت على دماغك ولا ايه؟ في ايه يا بنت؟ مش عارفه ليه نسيتك فجاه ارتبكت بقى. امشي هاني، ابوس ايدك عشان خاطر امشي. ماشي يا شوشو، همشي. بس الاول تقولي لي سامحتك. سامحتك يا هاني؟ لا، قولي لي سامحتك يا دبدوب. سامحتك يا دبدوب. لا ما تاكلنيش يا ماما، قوليها زي ما بتقولها لي. سامحتك يا دبدوب دبي دبي. ايوه. الغلاسه اللي انتوا فيها دي، اتفضل اطلع بره يا سخيف. انسه شريهان. ايوه فضل. ما ينفعش ابدا، احنا هنا في مكان شغل، ما ينفعش اي زيارات عائليه فيه. وبعدين انت بقالك كام يوم وبيجيلك زيارات، قدام شويه هيحصل ايه؟ اسفه يا فندم، اوعدك مش هتتكرر تاني. خلاص سامحتك. وبعدين ايه البتاع اللي على دماغك دي؟ اصل التكييف عمال ينقط. فندم انت هتحكي لي قصه؟ اقلعي البتاع اللي على دماغك دي يلا فورا. حاضر يا فندم، اتفضل. انا هجربك في شغل، اما نشوف. عايزك تعملي لي فايل تحطي لي فيه كل حاجه عن الشحنه بتاعت ايطاليا اللي رايحه الصين، اتفقنا؟ حضرتك دي لعبتي، 5 دقايق وتبقى عندك. استغفر الله العظيم يا رب، الحمد لله على كل شيء يا رب، صبرني. أنسة شريهان. أيوة. في واحدة بتسأل على حضرتك. واحدة؟ في ايه النهارده بس؟ يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك يا حبيبتي. المكتب الشيك ده بتاعك يا بنت. يخشي عليها حبيبه خالته، بينها بدت لك في القفص يا بنت. ايه اللي جابك يا خالتي؟ اقسى عليك، ايه اللي جابني؟ ويا بنت اللي انت لابساه فوق دماغك ده، انت بيشغلوكي هنا ايه؟ بتاعه شماسي بتفرديها يعني، ولا بتشتغلي هنا ايه بالظبط؟ معلش اصلها بتمطر عندي هنا. المهم انت ايه اللي جابك دلوقتي بس يا خالتي؟ اكس عليكي تاني، هتقولي لي ايه اللي جابك؟ بصي بقى، انا جايبه لك لقمه يا روح خالتك تاكليها كده بالهنا والشفا. يا لهوي، جايبه لي اكل هنا في الشركه اكل؟ امال هجيب لك فين يعني؟ وبعدين انا فرحانه بيكي.
ايه ده ايه ده ايه اللي بيحصل هنا ده ايه الغاغة دي احنا هنا فين في شركة ولا في مولد انا اسفة قوي يا مستر منير وبعدين انا معرفهاش اصلا انت مين يا ابلة اخسى عليك يا بنت بتتنكري مني انت تاني يا شريهان انا مش لا البتاع اللي على دماغي دي الاول وما بكلمك ماشي انا مش كل شوية حد يجي يزورك في الشركة ما ينفعش مشغلين عندنا مين صوفينار ايه يا اخوي مالك عمال تزعق فينا كده ليه فزعت البيت وفزعتنا انا كمان اشحال يا اخويا اللي ما كانش عمها صاحب الشركه دي كلها لو سمحت يا مدام انا مش بكلمك انا بوجه الكلام للموظفه اللي بتشتغل عندي وبعدين يا شريهان ايه الاشكال البلدي دي بلدي انا بلدي يا ابن السمن البلدي تقصد مين بالسمن البلدي استنى يا بنت انا اعرف اكلم الاشكال دي كويس خلاص يا خالتي بلاش ده بلاش ده بالذات ليه بلاش ده بالذات مدير يا خالتي ابو سمن مديرك الراجل البطريق ده مديرك بطريق الامن منير في ايه الحقني يا مستر عبد الله ست صباح اهلا وسهلا ازيك يا سي عبدو انا كويس الحمد لله خير يا فندم في ايه تعالى يا اخويا شوف موظفينا عمال يشخط فيا من ساعة ما جيت وانا قاعدة عيط عيط اتهنت والله اتهنتي؟ مستر عبد الله انا اللي اتهنت منير ارجوك مستر عبد الله بليز ارجوك منير اتحرك موفيت ميرسي ناس اتفننوا واتحفوا وناس اتكوروا واتحدفوا الله على الزجل ده مش ممكن ده صلاح جاهين دي صباح جاهين طب مش تقول لنا هانم ان الجايه كنا على الاقل دهنا الارض مربى والله يا سعبده انا ما كنتش جايه بس البت الغلبانة دي صعبت علي قلت اجيب لها حاجة تتوتت بيها طب تصوري بقى ان انا زعلان يعني تجيبي البنت لقمة وما تجيبليش انا ودي حاجة تفوتني يا سي عبدو استنى بس ده التقيل جاي ورا لا يبقى ناكل في مكتبي بقى وسع وتزروت براحتنا اتفضلي يا هاني ما حصلك طب والمكتب ده يروح له منين يا سي عبدو اه شوفي لو عديت المكتب الاول ولا اقولك انت هتحسي بنفسك حاضر من عيني يا سي عبدو هروح أأكل سي عبدو الأول وبعدين أبقى أرجع لك مش هتأخر ماشي يا خالتي أوي أهلا أهلا شريهان إيه يا عم حبيبتي عاملة إيه في الشغل هنا؟ الحمد لله يا عم طب شوف أنا عايز أقول لك على حاجة لو عوزتي أي حاجة صغيرة أو كبيرة ترجعي لي فورا أو لمنير ماشي هي في بس حاجة واحدة طب أنا أستأذنك لأني مشغول جدا دلوقتي طب هقول باي باي بيتك يا شيخ بيتك